الرياضة صحة سعادة وأخلاق من 17 جولة مع عالم الرياضة المحلية والعالمية. جولة مع أهم المباريات، مع أهم الأبطال، مع أهم المواعيد. من 17 معكم زاهر كرامي وأهلا وسهلا فيكم. أعزائي المشاهدين، بكل حلقة من الجولة الرياضية رح نتناول موضوع رياضي جديد ونسلط الضوء عليه من كل جوانبه. وبحلقة اليوم موضوع عن الرياضة مظلومة شوي ومغبونة عالميا رغم حجم جمهورها الكبير ومحبيه ومشجعي هيك نوع من انواع الرياضة. عم بحكي عن رياضة المصارعة. بشرفي بحلقة اليوم استقبل عضو اتحاد المصارعة اللبناني المحامي سامر عنزاوي يلي راح يطل معنا عبر تطبيق زوم. أستاذ سامر أهلا وسهلا فيك، منرحب فيك عبر شاشة 17. أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. نحن نتشكركم على استضافتكم الكريمة، خصوصا تحيات، بنقول تحيات أعضاء الاتحاد اللبناني للمصارعة لدعوتكم الكريمة نطلع على شاشتكم. أهلا وسهلا فيك وفيهم الواجب. أستاذ سامر، بداية أدي صلك حضرتك بعالم المصارعة، وخصوصا أن عرفت أن حضرتك مصارع وأيضا حكم وهلأ حاليا عضو اتحاد مصارعة، فأدي صلك بعالم المصارعة؟ أنا تقريبا من حوالي 96، من العام 96 تقريبا 26 سنة كلاعب وكمدرب وحاليا عضو اتحاد مصارعة. تقريبا 8 سنوات تقريبا لاعب وأحرزت عدة بطولات تقريبا عربية وداخلية. أستاذ سامر، إذا بدنا يعني نوضح للمشاهدين شو بتتميز رياضة المصارعة عن غير الرياضات القتالية؟ المصارعة هي فن من الفنون القتالية اللي عرفها الإنسان من زمان كتير. يعني أيام الرومان، أيام اليونانية، وتشكلت هي على شكل ضربات عفوية وتطورت، صارت بين العالم تلعب، يعملوا منافسات بين بعضهم، لا حتى استخدموها، عملوا لها قانون وبلشوا يعتمدوها كلعبة من الألعاب القتالية، لعبة منظمة، وحتى بيستخدموها بالتدريبات العسكرية. هاي المصارعة هي ما فيها أتاك، ضربات، ضرب بوكس أو شيء، لا بالعكس هي ضرب حركات فقط لا غير. نبدي تاريخية سريعة حول اتحاد المصارعة اللبناني، أمتين تأسس بالضبط عبر الزمن وين صرنا هلأ فيه؟ أوكي، المصارعة بلبنان أنشئت بالعام 1910. أوكي، بس الاتحاد تأسس بعام 1946 وانضم للجنة الأولمبية بالعام 1946، وكان الاتحاد اللبناني للمصارعة من أوائل الاتحادات اللي ساهمت بتأسيس اتحاد اللبناني، الاتحاد العربي للمصارعة اللي تأسس عام 1970. حاليا يعني بيضل وجود فيروس كورونا، هذا الضيف القاتل يعني حسب ما نسميه، خبرنا كيف عم يتدربوا اللاعبين، شو وضعهم حاليا، شو عم يتدربوا، وين موجودين حاليا، هل في امكانيه للتدريب ولا موقفين نشاطهم النهائي؟ هلا بالمبدا بيعتمد، هي اللعبه لعبه فرديه تعتمد اللياقه اول شيء، طالما اللاعب محافظ على لياقته وحافظ القواعد تاعت اللعبه ما عندك مشكله فيه. واللعيبة أكتر شيء هلأ عم تعتمد على، بظل جائحة كورونا عم تعتمد على فقط لا غير على اللياقات هلأ. يعني كل لعيب بيهتم بلياقته، بيهتم بالحركات هو اللي بيعملها. الاتحاد الجديد هلأ برئاسة الدكتور العقيد فادي كبي وأعضائه، إذا بتسمح لي سميهم، الدكتور محمد حسن بشارة اللي هو نائب الرئيس، كمان ابن اللاعب الأولمبي حسن بشارة الله يرحمه،
وفي عنا أمين السر العام الكابتن علي مقلد، خيو للبطل كمان حسن مقلد كمان بطل ومدرب وحكم دولي أستاذ علي. وفي عنا الكابتن علي عواركي كمان مدرب بنادي التعاضد كان، وهلا كمان بيدرب وبطل لبناني وعربي كمان بنفس الوقت. وفي عنا الأستاذ فواز محمد اللي هو محاسب الاتحاد. تقريبا عندهم مخطط استراتيجي لا حتى لي نشتغل هالأربع سنين نقدر نستفيد منها ونفيد الشباب ونفيد اللعبة بشكل كبير. مشاركات عبر الزوم، تطبيقات الزوم، مشاركات من عدة أعضاء كلاعيبة كأعضاء اتحاد بدورات تحكيم، بدورات للعبة عبر تطبيق الزوم، لحتى نضل مخلين اللاعيبة والحكام والمدربين بجو اللعبة. وعاملين نحن مواقع للاتحاد عبر السامر. تقريبا كم نادي لبناني للمصارعه حاليا عندنا بلبنان؟ كم نادي للمصارعه حاليا؟ تقريبا 14 نادي. 14 نادي حلو. حاليا 14 نادي. في عندنا نادي العرين، نادي الرياضي بيروت، نادي التعاضد، وفي عنا بطرابلس، وعنا نادي بعلبك، وعنا بصيدا، نوادي عدة منتشرة كل المناطق اللبنانية. عم يصير أكثر شيء إنه الشباب عم تاخذ الموضوع على عاتقها، شوي من الاتحاد، شوي من اللعيب، شوي من المدرب، عم يدفعوا من جيابهم لحتى يشاركوا بدورات تدريبية خارجية ونضل بأجواء اللعبة. بس نحن هلأ في أول شغلة بالأجندة لح نعمل زيارة، نعمل أول شيء ناخد مقر للاتحاد. مقر للاتحاد لح نزور إن شاء الله بالقريب العاجل الأستاذ رياض الشيخ رئيس المنشآت بالمدينة الرياضية، لح يعطينا مقر للاتحاد وصالي لحتى نعمل تدريبات للعيبة. حاليا ما في مقر رسمي لاتحاد المصارع اللبناني. صحيح، ما في مقر رسمي. لا لا لا، هلا اول شغله عنا انه بدنا نجيب مقر للاتحاد رح نستحصل عليه من المنشآت الرياضية اللي موجودة عند بالمدينة الرياضية، ورح نعمل صالة لتدريب اللعيبة الناشئين. نعم. واللعيبة لعيبة المنتخب لحتى نقدر نوصلهم يشاركوا بالدورات العالمية والعربية. مية مية. أستاذ سامر، عنا يوجد عنصر نسائي باتحاد المصارعة، عنا لعبات بنات مثل باقي الرياضات؟ للصراحة لا. نعم. للصراحة لا، بس أنا وقت اللي كنا مشاركين نحن كان في يعني وقت اللي كنت ناشئ كنت ألعب بطولة شباب، كان في بالجامعة الأمريكية في لاعبات لبنانيات بنتين هن شاركوا، ويعني شاركوا كلاعبة لعبوا مع شباب. حلو. وكمان لأنه ما في عنصر نسائي، ما في عنصر نسائي وجهه اضطروا يلعبوا مع الشباب. هي كلاعبة مبلا في عنصر نسائي. نعم، حاليا عندنا على ارض الواقع حاليا لا بنات. لا لا لا، وربحوا الصبايا مصارعات بس لعبوا مع الشباب. الصبايا لعبوا بلبنان. ربحوا على لاعبين، لكن بدايه مشجعه وبركي من خلالك ندعي الصبايا ليشاركوا بالمصارعه الرائعه جدا. هو ان شاء الله. سامر، بدي اعرف من حضرتك شو هي ابرز المشاركات يلي شاركتوا فيها ويلي بدكم تشاركوا فيها، وشو هي اعلى المراتب وصلنا لها، او ما هي يعني الميداليات يلي احرزتوها؟ شو الميداليات او الكؤوس اللي قدرتوا تحصلوا عليها لحد هلا؟ عم بحكي دوليه طبعا، مشاركات خارجيه. صحيح. الاتحاد اللبناني للمصارعه من تاريخ انشائه لغايه تاريخه حائز على 3 ميداليات اولمبيه عبر كل من الابطال زكريا شهاب والبطل خليل طه والبطل حسن بشارة
سنة ال 81 آخر ميدالية أولمبية. نعم. أما آخر ميدالية بدورة الألعاب الأولمبية، دورة الألعاب الآسيوية سوري، بال 2018 قدر يستحصل عليها اللاعب اللبناني الحاصل على الجنسية الأمريكية دومينيك أبي نادر. إحنا كاتحاد إنه نكون أول اتحاد عربي بيحرز هيدي الميدالية بتاريخ الألعاب الآسيوية بهاللعبة. حلو. كاتحاد جديد ومؤلف أو مكون من عناصر جديدة في الاتحاد، وبنعرف الحماس يلي مبين من خلالك والدم الجديد يلي فات على الاتحاد باسم سامر، الدم الجديد اللي فتح اتحاد المصارع اللبناني. شو الخطوات او شو اللي راح يميزكم عن غير اتحادات، وخصوصا انه هالرياضه مثل ما قلت بالمقدمه مظلومه لحد ما على الصعيد الاعلامي وغيرها، فشو الخطوات يلي ناويين انتم تعملوها لتبين هاللعبه على صعيد اكبر، كان محليا او دوليا عربيا او حتى عالميا، وتلقوا الضوء عليها اكثر واكثر وتطوروها؟ شو خطواتكم كاتحاد جديد؟ استاذ زاهر، نحن اول شيء كخطوه انه اول شغله الخبره اللي عند اعضاء الاتحاد باللعبه عم بيعرفوا نقاط الضعف اللي نحن مرقنا فيها كلاعيبه وكمدربين، لحتى نساعد اللعيبه لحتى يوصلوا ونطور باللعبه بلبنان، عبر انه اول شغله نشترك بدورات تدريبيه محليه ودوليه، وهلا في عده دورات من الاتحاد السوري للمصارعه دعانا على دوره تدريبيه بشهر 3، ورح يساعدنا بانه نخلي العدد المشاركين تقريبا شيء خمس لعيبه ومدربين رح يكونوا موجودين بشهر 3 2021، لنشوف على صعيد اللعب وعلى صعيد تدريب يعني رح تكون. نعم صحيح صحيح صحيح. وفي الاتحاد التونسي كمان داعينا بشهر 4 للمشاركة كمان. بقى نحن عم نفتح مجال لكل اللعيبة اللي عنا لحتى لي يشاركوا، وإن كان عم نحاول نساعد على الصعيد المادي والمعنوي إن كان من الاتحاد أو من جيوب الشباب، يعني لحتى لي نقدر نقلع لأنه لو مبادرة كورونا. فردية بس حضرتك تعرف يعني صح. مثل لو مبادرة فردية نعم يعني هي تقريبا بحاجة ل يعني الاحتكاك ل يعني زيادة الخبرات كان مدربين ايه طبيعي طبيعي يعني. نعم نحن على طول في تواصل مع الاتحادات باللعبة، وخصوصا الاتحادات القوية بالعالم العربي اللي هي بالعراق بسوريا بمصر. يعني مثلا حضرتك نحن كاتحاد مصارع لبناني بلشنا نترك بصمتنا وبلشنا ناخذ نتموضع وناخذ موقعنا ضمن الاتحاد العربي المشهوره والمعروفه باللعبه من زمان، يعني بلشنا نحن بالاساس موجودين. نحن من الاساس صحيح. موجودين نحن ساهمنا، نحن من الاوائل المساهمين بالاتحاد العربي للمصارع. بس نحن في عنا بتعرف الظروف السياسيه والظروف الاقتصاديه عم تاثر كثير على الالعاب بالبلد، يعني إذا بده في عندك نظام غذائي للاعب، في عندك لازم في يكون في التزام بالتدريبات، لازم على طول up to date بكل شيء باللعبة إن كان مدرب ولا إن كان لاعب. بدأ احتراف السامر، ونحن للأسف يعني نسبة للظروف المعيشية والاقتصادية الضيقة على البلد ما حدا ولا بأي رياضة قادر يحترف للأسف بلبنان. صحيح يعني مثل عم يضطر يسافر لبرا، وخصوصاً اللاعبين المميزين والنشطين أو موهوبين جداً بكافة الرياضات، يعني هذا نعاني ما نعانيه على كافة الأصعدة الرياضية بلبنان، وحضرتكم منا يمكن أنه نحن ما عنا احتراف 100%. ما عنا البطل دومينيك أبي نادر هو بادر بنفسه انه اول شيء اشتغل على حاله بامريكا، كان عامل بطل ولايه هنيك، واجى على لبنان وحب يشارك بالدوره الالعاب الاسيويه
من تلقاء نفسه حاولنا نساعده نحن ماديا وتدريبيا، حتى بعثنا معه الأستاذ خليل ديا اللي هو شاركه بالتدريب. بقى يعني كلها مبادرات فردية دايما عم بتكون موجودة بالاتحاد، ونحن عم هلا عم نحاول نوجد آلية. حضرتكم كاتحاد ما عم تقصروا، عم تعملوا كل اللي عليكم لتوصلوا يعني نحن... اللعبة وتشدوا فيها أكثر وأكثر. صحيح، هلا نحن اللي لازم نشتغل عليه واللي حاطينه بالأجندة تاعتنا انه نفتش على سبونسر ليرعاها لهاللعبة، لانه هاي اللعبة تقريبا من الألعاب الوحيدة اللي تقدر تجيب فيها الميدالية بأقل ذهبية. تكلفة، لانه اللعيب لعيب او لعيبين شاركت فيهم صحيح. ما بدها عدد وش قدروا يجيبوها بميدالية. بيميزها تعتبر من الرياضات الفردية وليس من الرياضات الجماعية، يعني مثلا إذا بيسافر منتخب لبنان بكرة القدم أو كرة السلة بيكونوا 10-15 لاعب، أما أنتوا ممكن باثنين أو بثلاثة أو بخمسة ماكسيموم مثل ما تفضلت. هيدا صحيح نعم بتوفر على الدولة، على الخزينة تاعت الدولة. نعم، لأنه عددها قليل ولعبة فردية. أستاذ سامر، سؤال أخير على الصعيد الشخصي، يعني حضرتك كمصارع وكعضو اتحاد مصارعة بتتابع رياضات أخرى؟ شو بيستهويك من الرياضات الأخرى؟ شو بتتابع؟ أكيد أنا صراحة بتابع فوتبول فوتبول على دولي مثل كل العالم، بس أنا بهاللعبة بتابع كمان ملاكمة. حلو. وفي دبليو اف اللي هي تقريبا في عنا بطل أستاذ فخر الدين مثل لبنان كمان وعامل بطل عالمي كمان من تلقاء نفسه بشكل موجز هاللعبة. هاي اللعبة قتالية بتجمع البوكس والمصارعة كمان، هيدي عم نشارك نحن بلعيبة لبنانية كمان عم بيساعدوا انه يوصلوا لبنان للعالمية ومنهم السيد فخر الدين. قلت لي الملاكم العالمية، مين لعبك المفضل؟ مايك تايسون. هلا استقال، ما عم نحكي عن الجديد، هلا اعتزل مايك تايسون. لا انا بعده عندك بالنسبه هو اوكي. اي صحيح. الفوتبول العالمي وفي نسيم حميد. نعم، اي منتخب بتشجع حضرتك بالفوتبول العالمي؟ مع اي منتخب بالفوتبول؟ نعم، كونك متابع. البرازيل. برازيل. البرازيل. اوكي صحيح. على امل اتحاد المصارعه اللبناني ان شاء الله يوصل لما وصلت له كره القدم البرازيليه ونحصل القاب عالميه. أستاذ سامر من 17 ومن خلالك بنوجه تحية لكل أعضاء اتحاد المصارعة اللبناني، على أمل نستضيفك عنا باستديوهات مباشرة من بعد ما تزيح جائحة كورونا، هالوباء القاتل، الوباء الأسود يلي اجتاح العالم. نتأمل نستضيفك مباشرة، وأهلا وسهلا فيك. ونحن من 17 الله يخليك، وأنا بتشكرك أستاذ سامر. ما شاء الله، أهلا وسهلا فيك. أنا بتشكرك وبتشكر قناتكم الكريمة، وبتشكر الدكتور العيد فادي كبه اللي سمح لي انه اطلع معكم على التي في واحكي عن الاتحاد اللبناني للمصارعة. بتشكرك والله يحمينا من وباء كورونا. ومن خلالك بنوجه تحية لكل أعضاء الاتحاد أعضاء ورئيساً، وعلى أمل اللقاء القريب المباشر. أهلا وسهلا فيك أستاذ سامر. مشاهدينا بنوصل لآخر فقرة من جولتنا الرياضية، وهي فقرة لقطة لا تنحى، ويلي من خلالها راح نشوف لقطات وأحداث صارت بعالم الرياضة على مختلف أنواعها، ومن المستحيل نسيانها قد ما يمر عليها الزمن. وبحلقة اليوم وتكريماً لآخر أسطورة من أساطير كرة القدم يلي غادرنا مؤخراً وهو دييغو أرماندو مارادونا، راح نشوف سوا أجمل وأغرب هدفين سجلهم هيدا اللاعب الأسطورة. فياد الرب والقدم السحرية هن أشهر هدفين بتاريخ كرة القدم من توقيع مارادونا، والمفارقة أنه نسجله بنفس المباراة. فبمونديال 86 وتحديداً بمباراة الربع نهائي يلي جرت بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين ب 22 أيلول 1986، سجل مارادونا أشهر هدفين بتاريخ لعبة كرة القدم على الإطلاق. الأول غير شرعي،
سجل مارادونا بإيده واحتسبوا الحكم التونسي وقتها علي بن ناصر، واعترف مارادونا بعد المباراة بذات نفسه أنه استخدم إيده للتسجيل واعتبر أنها يد الرب حسب قوله. وبعد 4 دقائق فقط سجل مارادونا أجمل هدف بتاريخ كؤوس العالم بعد ما انطلق بالكرة من منتصف الملعب وقدم لمحات فنية ساحرة بقدمه اليسرى وراوغ 6 لاعبين إنجليز من ضمنهم الحارس قبل أن يدخل الكرة بكل هدوء بالشباك. هيدي كانت حلقتنا اليوم من 17 سبورتس. انطرونا بحلقات جديدة. إلى اللقاء.